نبدأ بمباراة الزمالك وفاركو. المباراة الفائز يصعد إلى الدور ربع النهائي ليلتقي مع المقاولون العرب. الأهداف هناخدها بصوت الزميل حاتم بطيشة. إلى زيزو وضربة جزاء، زيزو يسقط في منطقة جزاء فاركو. طارق مجدي قريب من الكرة جدا وبلا تردد يصفر ويحتسبها ضربة جزاء للزمالك. في كامل تركيزه وبالقدم اليمنى زيزو يرسل محمد سعيد شيكا في زاوية والكرة في زاوية أخرى ويسجل أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء. الزمالكاوي تتحول وتبقى هجمة مرتدة في مساحات في مساحات في مساحات، لكن دونجا اتقطعت لكن وصلت مرة تانية إلى سير حطها حلوة جدا إلى مصطفى شلبي، يمشي مصطفى الله على الثاني. مصطفى شلبي يسجل الهدف الثاني بطريقة فنية رائعة بعد هجمة مرتدة نموذجية، نموذج للهجمات المرتدة. في كينجزلي سوكاري تتلعب على داخل منطقة الجزاء بشكل كويس، استلام من أحمد شريف، ترجع الكرة مرة تاني من شكر نجيب، أحمد شريف عدى عدى جول جول جول. العودة السريعة عن طريق الغزال عن طريق عمرو جمال يعيد فاركو للمباراة سريعا جدا بعد انطلاق الشوط الثاني، وبعد أقل من دقيقتين على انطلاق أحداث الشوط الثاني لسه بنتكلم على العودة وتسجيل هدف العودة. وبالفعل شكري نجيب أحمد شريف البديل يصنع يعني شوية كده يقول لهم يلا فاضل دقيقتين. كرة على الأرض وادي الوان تو وادي فتوح خلصها فتوح، فتوح يطلق رصاصة الرحمة في هذه المباراة في الدقيقة. إذن الزمالك إلى ربع النهائي أعزائي المشاهدين والمتابعين بثلاثة أهداف. أحمد سيد زيزو بيسجل هدف من ضربة جزاء أثارت الكثير من الجدل، ثم مصطفى شلبي بهدف ولا أجمل في الوقت الضائع من الشوط الأول، وأخيرا أحمد فتوح في الدقيقة الأخيرة من أحداث اللقاء، وكان عمرو جمال قد سجل لفريق فاركو مع مطلع الشوط الثاني. الزمالك في ربع النهائي يلتقي مع فريق المقاولون العرب.